لأنها لغة إيش؟ لغة القرآن. لغة القرآن. وقبل لا تكون لغة القرآن وش لغته؟ لغة اللي علم وعلم آدم الأسماء كلها. كلها صح. وش في أي لغة؟ أكيد عربية. عربية. طول. أكيد. ما في لغة ثانية. إيه كيف طيب كان الله سبحانه وتعالى يكلم آدم بأي لغة؟ سبحان الله. عربية. عربية سبحان الله. وكيف كان يتكلم آدم وحواء؟ بالعربية. بالعربية سبحان الله. فنجان ولا تعرف مكان وين فنجان؟ ممكن هنا. وين وضعته؟ أي مكان؟ والله أنا حطيته فوق قبل أن ننزل. نفس المكان اللي نزلنا ولا؟ هناك. هذا صعب. بالنسبة لك ما في صعب ولا بالنسبة لي. As you can see.